الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا إن قلت وما موانع استجابة دعاء الله في الاستخارة، ما موانعه؟ الجواب: كل ما دل من الأدلة على أنه سبب لمنع استجابة الدعاء العام فهو سبب للامتناع عن استجابة الدعاء الخاص. وبناء على ذلك فالذي يستخير ولا يفتح له قد يكون ثمة شيء من الأسباب التي منعت استجابة الله عز وجل لك. فأكل الحرام من موانع الاستجابة، والاستعجال في الاستجابة أيضا من الموانع، والدعاء بالقطيعة أو الإثم أيضا هذا من موانع الاستجابة. فلا بد لمن أراد أن يستخير أن يتحرر وأن يفحص نفسه وأن يفحص ويتفحص نفسه هل هناك مانع من موانع الاستجابة أو لا. ولذلك كثير من الناس يستخير ويخذل لأن الله لم يستجب له أصلا ولم يسمع سماع استجابة لدعاء استخارته. لما؟ لوجود مانع من موانع الاستجابة. ولا يخفى على شريف علمكم قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولا يخفى عليكم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليستجيب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. قال: وما الاستعجال؟ قال: أن يقول قد دعوت ودعوت ولم أرى يستجب لي فيستحسر عند ذلك فيدع الدعاء.